بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب بكم مرة أخرى في لقائنا الرابع. أنبه مرة أخرى لأن هناك إن شاء الله محاضرة غدا في نفس التوقيت، وأوصي جميع الطلاب بمراجعة المنتدى. راجعوا المنتدى. طيب، نكمل الآن ما بدأنا فيه. درسنا ما يدخل المبتدأ والخبر، إن وأخواته، وكان وأخواتها. ننتقل الآن إلى ظن وأخواتها. طبعا أخوات ظن وأخواتها كثيرة. النحويون يقولون إن المبتدأ والخبر هما الأصل، كان أصلين لأخو يعني أصلهما المبتدأ والخبر، ويسمون المبتدأ مفعول به أول والخبر مفعول به ثاني. يقولون ما هو جمهرة النحويين الذي يقول هذا الكلام، أن المفعول الأول أصله المبتدأ والمفعول الثاني أصله الخبر. فحينما تقول ظننت محمدا متعلما، محمدا مفعول به أول لظن، ومتعلما مفعول به ثان لظن. طبعا التاء فاعل. يقول النحويون إن محمدا ومتعلما أصلهما الخبر، فمحمد مبتدأ ومتعلم خبره. ظن وأخواتها تنقسم إلى قسمين، أو أخوات ظن تنقسم إلى قسمين، إما أفعال قلوب أو أفعال تصغير. تصغير بمعنى التحويل، صير وجعل، هذه معنى التحويل. إذا ظن وأخواته تنصب مفعولين، المبتدأ يسمى المفعول الأول والخبر يسمى المفعول الثاني. لا، ننتقل الآن إلى الأمر آخر ما يتعلق بالمغيرات لحكم المبتدأ والخبر، اللي هو لا النافية للجنس. بعض النحويين يسميها لا التبرئة، يسميها لا التبرئة. فحينما تقول لا أحد للدار أو لا أحد في الدار، ما المقصود بلا أحد في الدار؟ أي ليس هناك شخص في الدار، فهذا هو المقصود بالنفي للجنس. وحينما تقول لا رجل في الدار، فأنت هنا تنفي جميع جنس الرجال أنهم موجودين في الدار. حينما تقول لا كتاب ضار مثلا، حينما تقول لا كتاب ضار، هنا أنت تنفي جنس الكتب كله. لا كتاب ضار، تنفي عنه الضرر، تنفي عن الكتب جميعها أنها غير ضارة. ولذلك لا أداة جنس موجودة في كلمة التوحيد هي لا إله إلا الله. أنت تقول لا إله، فأنت نفيت أنه ليس هناك أي آلهة، جنس الآلهة هذا ليس هناك أي آلهة، ثم تستثني إلا الله. فلا التي في كلمة التوحيد هي الأولى، لا إله، هذه لا نافية للجنس. إذا دخلت لا نافية للجنس على مثل هذه الجملة رجل في الدار أو كتاب ضار، فإن المبتدأ يكون مبنيا، ما لا تقول منصوبا لأنه أصبح مبنيا ليس منصوبا، هنا مبني على الفتح. فلا رجل مبني على الفتح، إذ لو كان معربا لقلت رجلا بالتنوين، لكنه هنا بني على الفتح، بني
على الفتح، لا رجل، لا كتاب، لا إله إلا الله. إذا لا إله، لا رجل، لا أحد، كل هذه الكلمات مبنيات على الفتح، ليست منصوبة وليست معربة وليست مجرورة وليست مجزومة، لأن هذا خاص بالكلمات المعربة. أما البناء فليس فيه هذه الأحكام، ليس فيه رفع ولا نصب ولا جر ولا جزم. هنا تأتي أهمية معرفة المقدمات التي بينتها لكم أو ما درستموه جميعا قبل هذه المحاضرة، أن تعرف المعرب أو أن تعرف المعرب، المعرب والمبني. الآن انظر إلى فائدة المعرب والمبني. اسم لا نافع جنس مبني على الفتح، ويجب أن يكون المبتدأ ويجب أن يكون المبتدأ والخبر نكرتين. تلاحظون حينما تقول لا كتاب ضار، كتاب مبتدأ، وكذلك عفوا كتاب نكرة، وكذلك كتاب نكرة. تلاحظون أيضا هنا نكرتين، لماذا نصبت نكرتين؟ لماذا لم نقل نكرتان؟ لأن خبر يكون، خبر يكون، يكون اسمها المبتدأ وخبرها نكرتين فنصب للياء. هذا استذكار لما درسناه في اللقاء السابق إن كان وأخواته. وبالتالي انتهينا من دروس المنهج بشكل مختصر. من عنده إشكالات، من عنده عدم فهم لبعض ما يشرح في الأشياء المسجلة أو عن البرنامج المسجل، يكتب في المنتدى أنه لم يفهم مثلا الأمر الفلاني، وإن شاء الله أنا أجيبه في اللقاء القادم إن شاء الله، في الأسبوع القادم أو في يوم الأربعاء غدا إن شاء الله. نبدأ معكم الآن في اختبار عما درسناه في اللقاءين. بسم الله. خبر كان وأخواتها، هل هو مرفوع أو منصوب؟ يأتي مرفوعا ومنصوبا، لا إجابة. طبعا
أغلب الإجابات 66% كانت صحيحة، و14 اختاروا مرفوع، وعندنا 18 اختاروا يأتي مرفوعا ومنصوبا، اختاروا الحل الوسط يعني، قد يأتي مرفوعا وقد يأتي منصوبا، وبعضكم اختار لا إجابة، 39 طالبا اختار لا إجابة، وعندكم 66 طالب اختار منصوب. الجواب الصحيح خبر كان وأخواته منصوب، يأتي في محل نصب. وقبل قليل شرحت قلت أن يكون المبتدأ والخبر نكرتين، بينت أن نكرتين خبر منصوب بالياء. لماذا نصبت نكرتين حينما تعرض لله النافية للجنس؟ ذكرت ذلك. طيب أيضا نوزع عليكم اختبارا آخر أو كاشفا آخر، نزيد الآن في مدة الاختبار. بسم الله. صار عندنا خريجون ناجحون، هذه جملة، اسم كان هو، حدد اسم كان. كمثال أكثر تأملا من الكاشف الذي قبله. أكثر من نصف المشاركين لم يجيبوا. نصف دقيقة. وقعت كبير لم يجب.
الحمد لله. بالنسبة للكبرى أجابت الإجابة الصحيحة. الإجابة الصحيحة كلمة خريجون، هي كلمة خريجون، والنسبة التي تليها 44 طالبا اختاروا كلمة عندنا، هي اسم كان. الصواب هو كلمة خريجون. لو أردنا أن نحلل هذه الجملة، صار عندنا خريجون ناجحون، عندنا خبر لصار وليس أنا وليس اسم لها، وليس اسم لها، وطبعا صار ومن أخوات كان يعني. خريجون اسم لصار، اسم لصار مرفوع برفعه الواو، علامة رفعه الواو. عند شبه جملة، عندنا التي هي كلمة عند بالدقة النحوية، هي كلمة عند شبه جملة ظرف، والظرف لا يمكن أن يكون خبر، أو لا يمكن، عفوا، لا يمكن أن يكون اسما، لا يمكن أن يكون اسما، الظرف لا يمكن أن يكون اسما، اسما لكان التي هي مبتدأ. إذا درست أشكال مبتدأ، درست أشكال مبتدأ، إما أن يكون صريحا أو مؤولا، لم تدرس في أشكال المبتدأ أن يكون ظرفا، المبتدأ أن يكون ظرفا، وإنما درست ذلك في الخبر. الخبر إما أن يكون مفردا أو جملة أو شبه جملة، شبه جملة ظرف الذي هو كلمة عندنا، هو كلمة عندنا. إذا أنت تستبعد أن تكون عندنا اسم لكان وأخواته لأنها ظرف، فأنت مباشرة تطرح من عينيك هذه الكلمة، عندنا لا يمكن أن تكون اسم كان لأن هذا من أشكال الخبر. فبقيت عندك كلمة خريجون، وبقيت عندك كلمة ناجحون. خريجون هي الخبر لأنه يحسن السكوت عليها، حينما تقول صار عندنا خريجون فالجملة تامة، هنا الجملة تامة ومفيدة، بالتالي كلمة خريجون هي الخبر. ناجحون هذا يسمى عند النحويين بالصفة، يسمى عند النحويين بالصفة، وهذا من باب التوابع، قد تدرسونه وقد لا تدرسونه يعني، لكن هذه المقارنة ليس عليكم التوابع. طيب نعطيكم أيضا كاشفا ثالث، بسم الله. قال تعالى: وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. خبر كان هو كلمة في، كلمة في المدينة، كلمة تسعة، كلمة تسعة رهط.
بقي أقل من 20 ثانية. الحمد لله، الإجابة أيضا كانت صحيحة. النسبة الأكبر اختارت في المدينة وهي الإجابة الصحيحة، والنسبة التي تليها 9 رهط ثم 9. الجواب الصحيح هو كلمة في المدينة، وكان في المدينة 9 رهط. 9 رهط أنت تستبعدها لأن عندك الجار والمجرور، هنا هو الخبر، هو من الأشكال، والمطلوب منك هو خبر كان. قلت لكم من أشكال الخبر أن يأتي جارا ومجرورا. في المدينة جار ومجرور، فيه حرف جر، المدينة اسم مجرور. طبعا يجب أن تكون عارف حروف الجر، أعتقد يعني درست التعليم العام 12 سنة، تعرف حروف الجر التي هي في وإلى وعلى والكاف واللام ومن، كلها حروف الجر. في المدينة هو الخبر 9، لو تلاحظون في ضبط المصحف 9 مرفوع لأن هذا اسم، اسم كان، وكان في المدينة 9 رهط. وكان في المدينة 9 رهط. انتبهوا لمثل هذه الأمثلة. يعني انظر، حينما قلت خبر كان بعضكم اختار 9 رهط، السؤال الذي قبل كان عن اسم كان، الآن عن خبر كان. نعطيكم أيضا الآن كاشفا آخر، هكذا يتعلم النحو بكثرة التمارين تتعلمون النحو. أما استماع لقواعد هذا لا تفيدك كثيرا، طبق كثيرا، امسك لك مقال، امسك لك مقالا في جريء، في صحيفة أو في كتاب ما تدرسونه من كتب الإدارة والاقتصاد، حللها نحويا، خذ لك صفحة من كتب الإدارة وحللها، ادرسها، قل أين المبتدأ، أين الخبر، هل فيها من أخوات كان، هل فيها من أخوات إن، إن وجدت أين اسم إن، أين، وهكذا تتعلم النحو. النحو بكثرة المراس يكتسب ويتعلم. نستطيع أن نطلق أن النحو العربي مهارة. أنت قد تعلم الآن القيادة مثلا، قد السيارة يعني قواعدها يسيرة لكن هي مهارة، فن قد السيارة مهارة بكثرة المراس يصبح لديك، تكتسب هذه المهارة. كذلك النحو بكثرة التطبيق، بكثرة التطبيق تكون عارفا بقواعد النحو. أما أن تأخذ فقط قواعد النحو وهكذا كأنها مادة تاريخ، يعني مادة النحو ليس تاريخ، مثلا ولد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم كذا عام 571 من الميلاد، هذا يمكن يتغير، الميلاد ثابت، هذا هو مثلا علم التاريخ. النحو، النحو تطبيق. أمثلة بكثرة المراس تتقن النحو العربي. كذلك أيضا يعني كتب التطبيق كثيرة جدا، مثلا القرآن الكريم، هناك كتب كثيرة في الإعراب عربت القرآن الكريم من الفاتحة حتى الناس، من الفاتحة حتى الناس عربته كاملا حرفا حرفا أو كلمة كلمة، تستطيع أن تستفيدها يعني من هذه الكتب. يعني تقول لك مثلا صفحة من القرآن وتنظر في إعرابه، أين المبتدأ، أين الخبر، أين كان، أين إن، أين ظن، وهكذا تتعلم مع الوقت، تتعلم مع الوقت.
طيب ناخذ الآن الكاشف. بسم الله. زيد كأنه البحر، خبر زيد في هذه الجملة هو البحر، أو كأنه، أو كأنه البحر. بقي دقيقة واحدة. نصف دقيقة. الإجابة الخاطئة كانت أكثر نسبة، 40% من الطلاب أجاب كلمة البحر، والإجابة الصحيحة أخذت النسبة الثانية، 39% أجابوا كأنه البحر. انتبه، أنا في السؤال قلت خبر زيد. كلمة البحر نعم هي خبر،
خبر لكأن، خبر كأن، لكنها ليست خبر زيد. انتبه، أنا قلت في سؤال خبر زيد في هذه الجملة، خبر زيد هو كلا الكلمتين، كأنه زيد يعني الجملة الاسمية خبر، كأن حرف، الهاء اسمها هو طبعا ضمير، البحر خبر الهاء، خبر الهاء في كأن، وكل هذه الجملة كأنه البحر خبر لزيد، خبر لزيد، مثل ما مر معنا في اللقاء السابق، القرآن نظمه معجز، قلنا إن نظمه معجز خبر للقرآن، مع أن معجز خبر لنظم، فكذلك هنا البحر هو خبر للهاء التي في كأن، لكن ليست خبر زيد، خبر زيد هو كل الجملة. إذن شكل الخبر في هذه الجملة زيد كأنه البحر، شكل الخبر هنا جملة اسمية، شكل الخبر جاء جملة اسمية. طبعا المقصود بالبحر أنه كريم، والعرب تشبه الكريم بالبحر، تشبه الكريم بالبحر. طيب نأخذ أيضا كاشفا آخر، بسم الله. طيب، خبر كأن في قول الشاعر، كأن وجهك تحت النقع بدر دجى يضيء ملتثما أو غير ملتثم، خبر كأن إنه، هل هو كلمة وجهك أو كلمة تحت أو تحت النقع أو بدر؟ النقع المراد به الغبار، المراد به الغبار، وهذا يحصل في المعارك، يحصل في المعارك، وهذا وصف للرسول عليه الصلاة والسلام، أحمد شوقي وصف به النبي عليه الصلاة والسلام، كأن وجهك تحت النقع بدر دجى يضيء ملتثما أو غير ملتثم.
بقي دقيقة ونصف. أربعون ثانية. بقيت 20 ثانية. واحد وعشرون بالمئة اختار وجهك، 1% اختاروا تحت، 39% من الطلبة اختاروا تحت النقع، 26% اختاروا بدر. الصواب هو كلمة بدر، بدر هي خبر كأن. طبعا نزل الغالبية أخذوا تحت النقع، واختاروا كلمة تحت النقع. لا أعلم هل هم أعجبوا بلفظة النقع أو غرهم أنها كلمة غريبة. في بعض الاختيارات الطالب اختار الكلمة الغريبة، يعني كانت هناك كلمة غريبة يضعها، أو أنه غرهم أنه ظرف تحت مثل هناك. الظرف هنا ليس خبرا، الظرف هنا ليس خبرا، لأنك لو سكت عليه لما أفاد. لو قلت مثلا كأن وجهك، لو قلت في هذا المثال في هذا البيت، لو قلت كأن وجهك تحت النقع ثم سكت، هذا غير مفيد. لو قلت لأي شخص الآن، لو أنت في مجلس عام أو في بين زملائك أو مع أصدقائك في الاستراحة أو في مكان، لو قلت كأن وجهك تحت النقع سكت، سيقول تحت النقع ماذا؟ بدر، بدر، بدر هو الخبر لأنه يحسن الوقوف عليه وتتم الجملة به. الخبر ما تتم الجملة به. فهنا حصل تقديم وتأخير. الأصل أن يقول، اللي هو أن الشاعر لم يقدم أو يؤخر، لقال كأن وجهك بدر دجا تحت النقع، هذا هو أصل الأصل في القاعدة. مبتدأ كأن ثم المبتدأ ثم الخبر، لكن هو قدم، جاء بشيء آخر غير المبتدأ والخبر ووضعه الذي تحت النقع، وهذا يعني يعتبر صفة. هذه الجملة تعتبر نعتا تحت النقع، نعت، فوضعه بين المبتدأ والخبر، بين المبتدأ والخبر. إذن وجهك اسم كأن وليس خبر، وكثير من الطلبة اختار وجهك. أنا أريد خبر كأن ولا أريد اسم كأن. الجواب الصحيح هو كلمة بدر، بدر دجا، وهو مرفوع، وهو مرفوع. لو واحد منكم انتبه كيف أقرأ لوجد يعني قراءتي له بالرفع. الانتباه يا شباب، الانتباه للسؤال، وكذلك الدقة في الفهم، أن تفهم الكلام. من أهم الأشياء في معرفة الاستخراج من الجمل وتحديد الوظائف الإعرابية هو أن تفهم المعنى. يعني بعض الطلبة يعرف أن تحت النقع تحت ظرف، يقول الظرف يأتي خبرا فوضع تحت، لكن المعنى لا يتم، المعنى لا يتم. كأن وجهك تحت النقع لا يتم.
من أهم الأشياء في معرفة التحديد في النحو العربي والاستخراج والتعيين، هل هذا مبتدأ أو خبر؟ المعنى، المعنى مهم جدا. التعيين كذلك درست درس الفاعل، المعنى مهم جدا، هذا معك خذه دائما. يجب أن تفهم الجملة ثم بعد ذلك تبدأ في التعيين والاستخراج. أما إذا لم تفهم الجملة فهذا سيوقعك في خلل. طبعا الآن أعتقد أن الوقت أزف الانتهاء، أرجو من الجميع أن يتابع المنتدى. إذا عندكم أسئلة أنا سأضع الأخبار في المنتدى، أضع أوقات المحاضرات في المنتدى، أجيب على الأسئلة في المنتدى. أريد منكم أن تحيوا هذا المنتدى أكثر مما هو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.